القمح أصبح الآن حديث الشارع المصري بسبب ظروف الحرب الروسية الأوكرانية، وعليه يعتمد صناعة رغيف العيش وهو أساس الحياة. والفول والعدس يحظيان بأهمية كبيرة عند الأسر المصرية، ومع الارتفاعات السعرية لهما يشعر المواطن بشيء من القلق. فهل سوف تنخفض الأسعار؟ استزراع البقول ومدى توافرها موضوعنا وحديثنا اليوم في برنامج ريسيت، علشان نعرف الفولة وما فيها. أستاذ عبور فرج، نائب رئيس شعبة البقول والحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية في الاتحاد العام للغرف التجارية، أهلا بيك معنا. أهلا وسهلا فندم. كنا عاوزين نسأل حضرتك كده عن الحرب الروسية الأوكرانية ومدى تأثيرها على وفرة القمح في مصر. مساء الخير عليكم جميعا. طبعا معلوم لدى الجميع أن الحرب الروسية الأوكرانية كانت للأسف بتأثر على قطاعات كبيرة، مش في مصر بس ولكن في العالم كله، وده نتيجة أن دولة زي روسيا ودولة زي أوكرانيا الاثنين من الدول الزراعية الكبيرة والمصدرة لعدد كبير من الحاصلات الزراعية في العالم. عشان كده كان من الطبيعي جدا أن لما تحصل الأزمة دي يتأثر العالم حواليهم بشكل كبير، ولكن التأثير ممكن يكون نسبي من دولة إلى تانية على حسب القدرات الاستيرادية من كل دولة إلى التانية، واللي بتختلف أكيد. وإحنا علشان خاطر بنستورد من روسيا وأوكرانيا الاثنين نسبة كبيرة من القمح اللي إحنا بنستهلكه في مصر، فكان طبيعي إن لازم نشوف دول بديلة علشان خاطر نقدر نحل الأزمة. الدولة المصرية حاولت في الفترة الأخيرة إنها حاول تشوف دول منشأ مختلفة علشان خاطر تكون وسيلة لحل الأزمة اللي نتجت من قلة توريد القمح الأوكراني والروسي خلال فترة الأزمة. فعلى سبيل المثال، وزارة التجارة والصناعة عملت قرار كان من شأنه القرار ده إنه وسع شوية مناشئ الدول المصدرة للقمح لمصر، واللي كانت المواصفات القياسية المصرية في الفترة السابقة ما بتستوردش منها نتيجة عدم مطابقتها للمواصفات دي. فده كان قرار من القرارات المهمة جدا. احنا عادة بنستورد القمح المفروض بمواصفات نسبة رطوبة 13.5%، فوزارة التجارة والصناعة رفعت الحد إلى 14% علشان خاطر تستوعب مزيد من الدول اللي ممكن يكون من ضمنها الهند في الفترة الأخيرة، فرنسا مثلا. بس فرنسا كانت من الدول اللي احنا بنستورد منها، ولكن كان السعر بتاعها مرتفع نسبي، ولكن مع الوقت طبيعي ان احنا لقينا دولة منشأ بتقلل شوية الواردات بتاعتها نتيجة الظروف اللي هي فيها، فلازم نحط دولة بديلة علشان خاطر نستوعب المشكلة بشكل افضل. تمام. طب هل نسبة الرطوبة دي بتؤثر على جودة القمح أو نوع القمح؟ طبيعي طبعا أن نسبة الرطوبة لما بتزيد في المنتج هي بتقلل نسبة المادة الصلبة الخام اللي موجودة في حبة القمح. كل ما بتزيد نسبة الرطوبة بتزود معدل أو نسبة التلف اللي ممكن تصيب الحباية القمح، ولكن كل ده ممكن أن احنا نتلفاه، وضرر هو أقل من ضرر تاني. القرار لازم نتعامل معاه على طبيعته، ونحاول إحنا نحل المشاكل اللي ممكن تكون ناتجة من أزمة زيادة نسبة الرطوبة إلى حد ما، لكن ده أحسن من إن إحنا نقول ما فيش. أكيد. طيب إحنا كم طن بتستورده مصر من القمح، وإيه القيمة المادية اللي بتستورد بيها؟ والله إحنا بنستورد حوالي 11 مليون طن قمح بقيمة حوالي 3 مليار جنيه. الكلام ده كان يعني متوسط الواردات بتاعتنا في 2020 و2021. احنا بنقول ان مصر بلد القمح، وكان يزرع فيها القمح بما يغطي الاكتفاء الذاتي في مصر وجميع المحافظات، فكيف انقلب الحال لان تتحول مصر الى دولة مستوردة للقمح؟ في الحقيقة ومع الأسف يعني لما تحول يعني
الوضع في مصر إلى البعد شوية عن الزراعة، تخلينا شوية عن الزراعة بصورة أو بأخرى، والكلام ده كان بشكل متدرج في خلال عشرات السنوات الماضية. يعني لو قلنا مثلا 50-60 سنة اللي فاتت، كان للأسف بيحصل تعدي على الأراضي الزراعية وتحويلها إلى أراضي للبنى علشان خاطر يعني دي كانت مشكلة عامة. طبعا أعتقد أن المجتمع كله عارفها في مصر، أن منطقة الدلتا كانت من المناطق اللي حصل فيها تحول كبير إلى المباني على حساب الأراضي الزراعية. وطبيعي لما ده يحصل لازم يحصل تأثير على الإنتاج اللي جاي من الأراضي الزراعية دي، فكل ما الرعاة الزراعية بتقل كل ما الإنتاج يقل، إلى أن وصل الحال أن إحنا دلوقتي بقينا بنستورد ما يتعدى نص احتياجاتنا من القمح على حساب الزراعة بتاعتنا. هل هناك خطة لزراعة القمح؟ وكيف نستطيع أن نوفر احتياجاتنا منه بدون استيراد؟ الطبيعي طبعا زي ما قلنا في من شوية، أن علشان خاطر نرجع مصر في ريادتها لزراعة القمح بل وتصديره، طبيعي أن احنا نزود الرعاة الزراعية بتاعتنا، ودي اللي الغرف التجارية كانت بتطالب بيه في الفترات الأخيرة، خصوصا مع مشروع 1.5 مليون فدان. كنا بنطالب أن المانع أن احنا نخصص جزء كبير من القمح والفول مثلا على سبيل المثال، ولكن طبعا احنا عشان بنتكلم عن القمح هنخلينا في القمح. المانع أن احنا نخصص جزء كبير من 1.5 مليون فدان علشان خاطر نقدر نستوعب العجز الناتج من الاستهلاك اللي هو احنا بنستورده من الخارج في الوقت الحالي. فلو ده تم بالصورة الأمثل، لو بطلنا وقدرنا ان احنا نرجع الأراضي الزراعية اللي يعني اللي ممكن يكون فيها مخالفات لسه ملحوقة لحد دلوقتي، طبيعي ان احنا مع التوسع الزراعي طبيعي ان احنا نزود انتاجنا فنقلل استيرادنا. طبعا احنا عارفين ان الدولة بتتجه نحو زيادة الرقعة الزراعية، هناك تحفيز دائم للفلاح المصري لاستزراع المنتجات والسلع الاستراتيجية الهامة للأسر المصرية. فهل سيأتي يوم علينا انه نحقق فيه الاكتفاء الذاتي من القمح، نعود تاني الى المكانة التي كنا عليها؟ نتمنى ذلك طبعا، وإحنا لازم نفضل كلنا في ظهر سياسات الدولة تجاه زيادة الرقعة الزراعية. كمان لازم نطالب الدولة برضو بالاهتمام بالفلاح بصورة فيها اهتمام أكبر، علشان خاطر الفلاح ده هو عصب حل المشكلة. فأعتقد إن إحنا لو قدرنا ندعمه إما بالإرشاد الزراعي والمعلومات اللازمة واستحداث طرق الزراعة، جلب أنواع الأقماح المناسبة اللي بتدي إنتاجية أعلى في الفدان، بكل الصور دي مع توفير الدولة للأراضي المطلوبة للزراعة، طبيعي إن إحنا يجي علينا وقت إن شاء الله وما نحتاجش للاستيراد إن شاء الله. ده أملنا. طيب إحنا دلوقتي بالنسبة للحرب الروسية الأوكرانية ربما تكون الرؤية غير واضحة نهاية هذه الأزمة والخروج العالم من تأثير الحرب الروسية الأوكرانية، وبالتالي أصبح هناك داخل الأسر المصرية سؤال هام إنه هل من المتوقع أن تحدث أزمة في رغيف العيش في الفترة القليلة أو البعيدة المقبلة؟ والله طالت مدة الحرب الروسية أو الأوكرانية أو أسرت، فإحنا لازم نتعامل مع الواقع فيها. الدولة في الفترة الأخيرة بتقوم بدورها تجاه الأزمة بأنها بتحاول تاخد قرارات من شأنها أنها تقلل من أثار الأزمة دي علينا، بمثلا زي ما قلت من البداية جلب مناشئ جديدة علشان خاطر نقدر نستوعب العجز، نعوض العجز اللي نتج من الاستيراد اللي بدأ يقل من الدول اللي فيها الأزمة. فطبيعي جدا ان طالما الدولة بتقوم بإجراءاتها السليمة على ما يجب، ان احنا دخلنا مناشئ جديدة يبقى مفيش أزمة. مفيش داعي بقى ان احنا اللي نعمل الأزمة بنفسنا، بان احنا مثلا نعمل شراء زايد عن الحاجة بدون داعي، او نطلع إشاعة زايدة بدون داعي. مفيش داعي للمبالغة
في المشكلة علشان خاطر ما تكبرش زيادة. الدولة بتقوم بدورها، وإحنا كمان كمستهلكين يجب إن إحنا نقوم بدورنا بالشكل الأمثل، وده إن شاء الله مش هيحصل. رغيف العيش، حباية القمح، هما صنف مهم جدا وسلعة مهمة جدا الدولة بتهتم بيها. علينا ان احنا نقف قدام مسؤوليتنا زي ما الدولة هتقف قدام مسؤوليتها. طيب يا فندم، هو يعني رغيف العيش ده حاجة كده أساسية في غذاء المصريين؟ نعم. يعني نلاقيه في فطار وغدا وعشاء. نعم. ف يعني هل يستطيع أن يطمئن قلب المواطن المصري ناحية الرغيف العيش فعلا أنه مش هيحصل أزمة فيه في الفترة اللي جاية؟ لحد دلوقتي مفيش أي حاجة قدامنا خالص تقول أن في أزمة، فأنا شايف أن مفيش داعي للكلام عن أزمة نهائي. يعني في مخزون استراتيجي، المخزون الاستراتيجي موجود، الواردات لازالت مستمرة وموجودة، الدولة لازالت عندها الاهتمام الأكبر بالقمح وموجود. عايزين بس الفلاح المصري يعني نفضل مدين له وشنا أكتر شوية من كده علشان خاطر نشجعه على زراعة القمح زيادة. الكلام ده بان السنة دي، حتى بان على حساب سلع تانية، مفيش مشكلة بس أبقى حليت مشكلة القمح، وبعد كده السلع التانية برضو هنديلها اهتمامها زيها زي القمح، وكله يكون محلول إن شاء الله. لكن مش عايزين نتكلم عن أزمة هي ما هياش موجودة، مش عايزين نشعر الناس بأن في أزمة وهي مش موجودة. رغيف العيش لحد دلوقتي موجود والناس بتلاقيه، ولكن يمكن يكون القرارات اللي ممكن المواطن يروح يشوفها في منافس بيع العيش هي حاجة ترشيدية أو تنظيمية أكتر علشان خاطر نقدر نوفي بكل الالتزامات اللي مطلوبة من الدولة تجاه القمح ورغيف العيش. الموضوع تنظيمي بحت، وإن شاء الله الأمور تمشي بصورة منتظمة جيدة من غير أي مشاكل. طيب أستاذ عبور، حضرتك كنت نوهت في كلامك الآن أنه على المواطن والمستهلك يرشد استهلاكه، فإزاي ممكن المواطن يرشد استهلاكه، أو الطرق التي يجب أن يتبعها المواطن حتى لا يستهلك بشكل غير مناسب أو بغير حق للقمح بقى من خلال المنتجات التي تصنع بالقمح؟ عادة الشائعات هي اللي ممكن تكون سبب رئيسي في أن المواطن ممكن يغير سلوكه. اللي أنا بطالبه بيه أنه هو يكون سلوك طبيعي، أنه يشتري حاجته اليوم اليومين التلاتة أيا كان، ولكن بدون مغالاة. أنا ما عملش تخزين لأسبوعين وتلاتة واربعة علشان خاطر سمعت أن في إشاعة. دي كفيلة لوحدها بأنها تعمل أزمة في أي سلعة، مش في القمح ولا في رغيف العيش بس. أي سلعة لو نزلنا وعملنا تكالب عليها زيادة عن اللزوم، طبيعي جدا إن هي تتأثر وتنقص من الأسواق، لأن أنا بقيت أخزن بشكل أكبر من الاحتياج اللازم. فيجب علينا إن احنا يكون عندنا السلوك السوي القويم اللي يعني مطابق لاستهلاكي الطبيعي علشان خاطر ما زودش المشكلة. تمام. الفول والعدس طبعا دي من السلع الغذائية الهامة جدا في البيوت المصرية، يعني جميع المصريين بيفطروا فول الصبح، وهو بقى المخزون اللي بيكون في المعدة اللي بيقعد يتحمل اليوم بطوله، سواء للعاملين أو الموظفين وجميع طبقات الشعب. وهو طبق الفول ده يعني من الأطباق المحببة جدا للمصريين، والعدس كذلك، يعني حتى مع ربما بيبقى الإقبال عليه أكبر في فترة الشتاء، ولكن أيضا هو برضو من الأطباق المفضلة والمحببة لدى المصريين. وأضيف أن الطبقة البسيطة من المجتمع المصري أيضا بتقبل على شراء العدس والفول بكميات، أو مستهلكة للعدس والفول بكميات كبيرة. وبالرغم من كده هناك ارتفاع أستاذ عبور في أسعار الفول والعدس، إيه موضوع ارتفاعهم وليه؟ طيب أنا هبتدي الأول بالفول وبعد كده هنتكلم عن العدس عشان يكون كلامنا مرتب ويعني يفي بالمعلومة المطلوبة مننا. الفول أنا شايف أنه لحد دلوقتي مفيش فيه ارتفاعات تذكر غير 10-15%، وده بيحصل في أي وقت من السنة. لو قارنت مثلا أسعار الفول من 2018 ل 2022، أربع سنين، إحنا في 2018 كان سعر الفول المتداول
للجملة ضعف سعر الفول دلوقتي. وعليه طبعا أنا بقول فين الارتفاع اللي في الفول. الفول أسعاره المستهلك بتوصله دلوقتي في متوسط من 16 ل 18 جنيه في الفول المستورد، ومن تقريبا 22 أو يمكن 20 إلى 24 جنيه في الفول البلدي في الأسواق الشعبية، بتكلم على الحاجات السايبة. بينما ده كان في 2018 بيوصل ل 40 و 45 جنيه للكيلو. فأنا مش شايف إن الحقيقة في حاجة في الفول خالص علشان خاطر نتكلم عن زيادة فيها، ولكن الارتفاعات اللي ممكن تكون واجهة الفول في الفترة الأخيرة هي من 10-15%، ودي بتبقى حسب العرض والطلب اللي خاضع ليه أي سلعة مش الفول وبس. إذا كان اللي حصل ده حصل في أيام حصل فيها زيادات عامة لباقي السلع الغذائية، ده مش معناه إن ده في مجمل زيادات الأسعار إن يتحسب إن دي زيادة. ده موضوع طبيعي جدا، وأنا شايف إن السعر ده سعر عادل جدا، لأن إحنا لما نيجي نحكم على سعر الحاجة هي كويسة ولا لأ لازم نرجع للمنتج هي بتكلفه كام، وإلا المنتج لو لقاها بتخسره اللي هو الفلاح المصري اللي أنا لازلت بتكلم عنه لحد دلوقتي، وبعد كده ممكن نتكلم عن المستورد. ولكن المنتج اللي هو الفلاح يعني بسعر الفول بيكلفه تقريبا 17 جنيه 16 جنيه عقبال ما ياخد النقل بتاعه ويطلع التالف أثناء مسألة الفرز والغربلة وخلافه، ممكن يكلف 18-19 جنيه يتم تداوله بعد كده في حلقات الجملة المختلفة. ده سعر عادل جدا، وانا شايف ان لو اتضغط على الفلاح اكتر من كده فيه مش هيزرع فول، يبقى احنا بنعمل برضو مشكلة. الفول لازال مستقر ما فيش فيه اي مشاكل، 10% ولا 15% ما هياش حاجة. ولكن نرجع للفول المستورد، الفول المستورد برضو اسعاره معقولة، اسعار التداول بتاعته بتبتدي من اول 10-12 جنيه، بتوصل للمستهلك في حدود 16-18 جنيه حسب النوع، ودي برضو أسعار معقولة. عايزين ندعم الفلاح يا جماعة زيادة علشان خاطر الفول احنا بنزرع منه من 15-20% فقط من استهلاكنا، فهضغط أكتر من كده على الفلاح في إيه؟ ما أقدرش، لازم أزود دعمي للفلاح في السلعة دي علشان خاطر يلاقي ربح من وراء زراعته للفول، علشان خاطر أقدر أشجعه إن هو يزرع الفول في السنة التانية والتالتة وتستمر، لأن الفول من الأطباق اللي بنقول إنها مفيش غنى عنها أبدا في أي بيت مصري.